الرمال الذهبية تغازل المياه الهادئة في سكون يعبر عن تمازج الطبيعة في أبهى تجلياتها، منظر قد يوحي لشاعر بأروع أبيات رومانسية، وقد يكون مكانا للتأمل في رحلة ابن سبيل، قد يدفن سره في الصحراء وتزيد دموعه التي سالت على من أحب من منسوب مياهها. لا تذهبوا بعيدا بخيالكم، إنها بحيرة سكوب التي توجد في ثنايا العاصمة وعلى طول الطريق الرابط بين مقاطعتي تيارت وتفرغزينة. المختصون في المجال البيئي يعطون عدة تفسيرات لوجود مثل هذه البحيرة في العاصمة، لعل أبرزها استمرار هطول الأمطار بالإضافة إلى التوسع العمراني. كثافة هذه التساقطات المطرية أدت لظهور هذه الخلجان البحرية، واللي نعتبر أن هذا قد يعود هذا الخليج البحري اللي أمامنا اليوم الشاهد، ولا هي تعود فم دور تعود فم مع السنوات القادمة دور تعود فم مجموعة من الخلجان الأخرى نتيجة لهشاشة المنطقة، ويمكن إرجاعها أيضا لأن هذه المنطقة توجد في منطقة في مستوى أقل من مستوى منسوب سطح البحر، وهذا لا يؤدي لظهورها. قد لا ينظر إلى وجود مثل هذه الخلجان كتهديد للعاصمة بقدر ما يكون متنفسا لمدينة تندر فيها المناظر الخلابة وتنعدم فيها أماكن الترفيه. هذه الظاهرة يمكن ما اللي لا تؤدي الكثير من الفسع، بما أنها في السنوات يمكن استخدامها يمكن أنها تعود ملجأ سياحي للمشاهد للزوار هذه المنطقة. بحيرة سكوب قد لا تكون الوحيدة ولن تكون الأخيرة في العاصمة، مما يستدعي من الجهات الحكومية النظر بشكل جدي في مثل هذه الظواهر البيئية المحدقة بالعاصمة.